ولكن احنا اليوم تركيزنا عن أهمية هذا اليوم ولا سيما من سفر أعمال الرسل كما ذكرت من الآية أعمال الرسل إصحاح 2 ولما حضر يوم 50. إيه اللي بيميز هذا العيد وهذا اليوم بالنسبة للكالندر بالنسبة للرزنامة المسيحية؟ زي ما تفضلت أسيس نزار إنه يوم 50 يوم له تاريخية يعني يرجع للماضي، لكن يوم 50 يوم تاريخي. وأنا أرجوك ما تصدمش ولا حد من المشاهدات والمشاهدين يصدم لما يسمع العبارة الجاية دي. يوم 50 يوم تاريخي غير قابل للتكرار. ما تتخانقوش معايا، هقول لكم ليه غير قابل للتكرار. وأنا عاوز أقول لك ليه، لأنه مرتبط بحدث تاريخي لا يتكرر. فالرب يسوع مات مرة واحدة، الرب يسوع دفن مرة واحدة، الرب يسوع قام مرة واحدة، الرب يسوع صعد إلى الأمجاد مرة واحدة، وإرسال الروح القدس في يوم 50 مرتبط بتمجيد يسوع. مرتبط بتمجيد يسوع، يعني مرتبط جزء من العمل الفدائي اللي الرب يسوع عمله على الصليب. عشان كده يوم 50 لا يتكرر. أنا عايز أقول الرب ممكن يعمل أيام أعظم من يوم 50، أعظم من يوم 50، وعمل بالفعل ويعمل وسيعمل ربما أفضل من يوم 50 بالنسبة لقدرته على تغيير النفوس والشهادة. لكن يوم 50 ده بالذات يوم غير قابل للتكرار، لأنه مرتبط بتمجيد يسوع. أنا عايز أقول في يوحنا 7 الآية 37 بيكلمنا الرب يسوع عن هذا اليوم، ويوحنا بيشرح. يتكلم في يوحنا 7 ابتداء من الآية 37 عن الرب يسوع وهو بيشير إلى الروح القدس، قال هذا مشيرا إلى الروح القدس الذي كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوه، لأن الروح لم يكن قد أعطي بعد، لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد. يوحنا 7 من 37 إلى 39. في اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع وقال: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. قال هذا، خلي بالك، مشيرا إلى الروح القدس الذي كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوه، لأن يسوع لم يكن قد، لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد، لأن يسوع لم يكن قد موجد بعد. اليوم إذا ممكن تشرح العبارة قسيس رضا، يعني إيش الفكرة من يوم تمجيد يسوع؟ أيوة، يوم تمجيد يسوع مرتبط بقيامة شخص الرب يسوع من بين الأموات، وصعود شخص الرب يسوع إلى المجد، وإرساله للروح القدس. فالرب يسوع عندما قام من بين الأموات وصعد إلى الآب السماوي وجلس عن يمين العظمة في الأعالي، أرسل الروح القدس. فمجيء الروح القدس دليل على أن الرب يسوع قد أكمل العمل، هو اللي قال على الصليب تتلستاي، قد أكمل. وبالتالي عندما قام من بين الأموات وجلس في السماويات أرسل الروح القدس. عندما تمجد يسوع بالقيامة والصعود وقبول الآب السماوي لعمله الكفاري أرسل الروح القدس. عشان كده شخص الرب يسوع نفسه بيقول في يوحنا 16-14، في يوحنا 16-14 يقول: ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما للآب ويخبركم. ذاك يمجدني. الروح القدس إذن دليل على أن يسوع قد تمجد، والروح القدس يمجد شخص الرب يسوع. لذلك فيوم 50 يوم تاريخي غير قابل للتكرار، لأنه مرتبط بحادثة تاريخية هي حادثة موت ودفن وقيامة وصعود الرب يسوع وجلوس الرب يسوع في المجد وإرساله للروح القدس.